مع الجمله الكرويه مع العمليه التكتيكيه والوضعيه اللي هو فيها. تنفيذ الكره الثابته من اللاعب الترجي يوسف المسكني، التمهيد والتصويبه والهدف الثاني ممتازة. الهدف الثاني من خليل شمام، ممتاز جدا لاعب الترجي خليل شمام، عمليه مخدومه تقريبا، تنفيذ ثلاثي، تمهيد تنفيذ وتمهيد وتصويبه بالرجل اليسرى خليل شمام في زاويه على يمين الحارس محمد لمين بالخوجه، صعيبه برشا صعيبه برشا هذه الكره، ننتظر كده الاعاده نشوفوا مليح شنو اللي صار، كانت سريعه جدا العمليه. هذا تنفيذ تمهيد من يانيك نيونغ والتصويب من خليل شمام، كما جات الكره دون ترويض في الزاويه اليمنى للحارس محمد لمين بالخوجه، صعيبه برشا صعيبه برشا، خاصه وانه كانوا معناها فما كثافه عدديه داخل منطقه 16 متر و50. ها مش نقصد مش نرجع للعمليه، شوف التحديد، لاعبين دخلوا الى منطقه الاستمتار ثم العمليه تكون لبرا منطقه 18، هذه عمليه مدروسه، وفي التمارين الاكيد انه الترجي يقوم بعده انواع نتاع